Yoga dikenal sebagai penghilang stres dan pemberi ketenangan. Yang ikut merasakan efek positif dari yoga adalah anak-anak di kota Beirut, Lebanon. Yasmin Sino mengajar yoga untuk anak-anak berumur 3-7 tahun. Menurutnya, yoga membantu anak-anak lebih fokus dalam belajar. إلي 15 سنة بعمل يوغا وإلي عم بعلم 8 سنين بلشت تعليم الكبار وأنا عندي ولدين صغار ومن هن وببطني كنت عامل يوغا معهم سو من هن وبيبيز بلشت أدخلهم على فكرة اليوغا وشوي شوي بالمدرسة وقت فاتوا على المدارس المعلمات الأهل بلشوا يطلبوا مني يقولوا لي شو في طرق نروق الأولاد نخليهم يركزوا أكتر وبلشت أعمل سيونس بالمدرسة وهونيك طلعت الفكرة. Di kelas, anak-anak ditemani orang tuanya mempraktekkan berbagai macam pose yoga dan menari mengikuti musik. Sitya yang menemani anaknya Ayah juga mengakui yoga membantu anaknya tetap sehat dan gembira. Belajar bel yoga hiu batne, ukna nampul yoga sawa. والحلو كتير اللي صار إنه وقت خلفتها كل ما قلها أم بترو وهي وبيبي كفينا اليوغا سوا مع بعض وبيكوز أوف يوغا بسبب اليوغا كتير هي هادية وفلكسبل وذكية هلا أكيد كل أم بتحكي عن بنتها أما ابنها هيك بس ناس بيقولوا لي هالشي وكتير بيعطي هدوء. تاهران كلاس يوغا ini menjadi semakin populer. أكيد الشغل مع الأولاد حلو بس منه سهل فعم تعمل مجهود قوي ياسمين لحتى تقدر تخليهم يعني ينسجموا بقلب الصف يتجاوبوا معه لما بيجي الولد أول مرة بكون بعده ما كتير فايت بالجو بس شوي شوي عم يتعودوا عم بكتير يحبوا الفكرة لأنه هي أكيد منها مثل اليوغا تبع الكبار يعني منها تمارين قاسية أو قوية لا بكون لعب أكتر وبغنوا شوي وبيعملوا بوستشرز هنا بحبوها يعني. Banyaknya peminat membuat sejumlah orang tua meminta Yasmin membuka kelas bagi anak-anak usia di atas 7 tahun dan remaja. Mereka ingin dengan bertambahnya kelas yoga, dampak positif bisa terasa ke lebih banyak generasi muda. Dari Lebanon, Beirut, tim VOA.